ولمزيد من المتابعة لاحتفالات بالعيد الوطني 62 لدولة الكويت، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد وكذا مراسلتنا سالي سالم لرصد احتفالات السفارة الكويتية وأيضا سالي من محيط برج القاهرة حيث تتم إضاءة برج القاهرة بعلم دولة الكويت. أبدأ معك رامي، من احتفالات السفارة الكويتية صف لي الأجواء وما الذي يحتويه الاحتفال. تحياتي لك ولكل متابعينا في متابعة لاحتفال سفارة الكويت بمصر بعيد التحرير في 25 من فبراير، وهذه الذكرى 62 الخاصة بعيد الاستقلال، وأيضا الاحتفال بالذكرى 32 لعيد تحرير الكويت. في هذا الموعد اجتمع الكويتيون وأيضا المصريون على الاحتفال بهذا اليوم من داخل أو من قلب القاهرة. وأيضا لو تحدثنا عن هذا الاحتفال الذي شهد حضور كبير من كبار الشخصيات المصرية، سواء الشخصيات العامة وأيضا شخصيات ممثلة للحكومة المصرية في عدد من الوزراء، وأيضا ممثلي مجلس النواب والشيوخ، وأيضا عدد من الكبار رجال الدولة، وأيضا من الصحفيين والفنانين وغيرهم من يشاركون دولة الكويت هذه الذكرى وهذا الاحتفال. وأيضا تخلل هذا الاحتفال الذي جاء بعنوان مهم وعريض وهو العز والفخر، أيضا تخلل هذا الاحتفال وجود عدد من الفقرات الفنية والتراثية التي تعكس الثقافة الفنية لدولة الكويت، وأيضا هناك عدد من الفقرات الفنية العديدة هنا لشعب الكويت. وأيضا بالتزامن مع هذا التوقيت وبالاحتفال هنا في مصر تحتفل عدد من السفارات لدولة الكويت في بلدان العالم بهذه الذكرى، وأيضا شعب الكويت يحتفل بالذكرى 62 لعيد الاستقلال وأيضا 32 الخاصة بتحرير دولة الكويت. عودة لك مرة.